السلام عليكم، معاكم خالد الاسواني وفيديو جديد من فيديوهات السيل ميكانيكس. ان شاء الله في فيديو النهارده هنتكلم فيه عن السيبج، والسيبج ليها تو كيسز مهمين. ان شاء الله النهارده هنغطي اول كيس فيهم اللي هي الشيت بايل. يمكن بعضكم اول مره يسمع عن الشيت بايل او ما عندوش فكره قوي هو الشيت بايل عباره عن ايه، وانا حابب ان انت تكون خارج من الفيديو وفاهم كل تفصيله فيه. طب هو الشيت بايل عباره عن ايه كده بايجاز؟ فلو اخذنا كده كروس سيكشن، فالشيت بايل عبارة عن كوريجيتد شيتس مصنوعة من الستيل، وبنستخدمها لوظيفتين مهمين جدا. أول وظيفة فيهم بنستخدمه كسايد سبورت، ولو بصينا كده على أول صورة هيوضح لك كلامي. هو عبارة فعلا عن كوريجيتد شيتس أو شيتس مموجة مصنوعة من الستيل، وبستخدمه هنا عشان أسند بيه جوانب الحفر. طيب إيه الميزة التانية اللي بتخلينا نفضل الشيت بايل عن أي سايد سبورت تاني؟ نحن بنستخدمه ككات أوف وول زي ما واضح كده في الصورتين دول، بستخدمه عشان يمنع لي دخول المية جوه الجزء اللي انا شغال فيه او الجزء اللي انا حفره، تمام كده؟ طيب فاتمنى كده بقى عندك فكره كويسه عن الشيت بايل. تعالى بقى نرجع لموضوعنا الاساسي اللي هو السيبج فلو. ايه بقى السيبج فلو؟ لما يبقى عندك فيه فرق في الهيد، يعني ارتفاع الميه في ناحيه اعلى من الناحيه الثانيه، فانا عارف ان الميه بتبقى عايزه تتنقل من المنسوب الاعلى للمنسوب الاقل. طيب انا لسه قايل لك من شويه ان الميه صعب انها تعدي من خلال الشيت بايل، فانا دلوقتي مش قلقان من الشيت بايل، امال انا قلقان من مين؟ قلقان من السويل. فلو طبقه السويل بتاعتك كانت بريمابل لير او قابله للنفاذيه او سريان الميه فيها، فالميه تقدر بدل ما تعدي من خلال الشيت بايل تعدي من خلال السويل وتلف من حوالين الشيت بايل وتروح للناحيه الثانيه لحد ما مستوى الميه في الناحيتين متساوي. طيب فمرور الميه من خلال السويل هو ده بقى اللي احنا بنسميه السيبج فلو. طيب كده احنا عرفنا السيبج فلو. نيجي بقى للسؤال الثاني، هل انا هحسب كميه الميه اللي بتعدي في طول الشيت بايل بالكامل؟ قال لك لا، هتحسب بس لطول 1 متر، وانت لو عرفت كميه الميه اللي بتعدي في الميتر رن تقدر تحسب بقى كميه الميه اللي بتعدي في طول بالكامل. طيب السؤال الثاني بقى هنحسبها ازاي؟ هنحسبها بطريقه جرافيكال بنسميها فلونت. فاحنا دلوقتي عايزين بقى نعرف ازاي هنحسب كميه الميه دي بطريقه فلونت. بس انا حابب قبل ما ادي لك الايكويشن كده على طول تكون فاهم هي الايكويشن دي معتمد على ايه او جت من فين. طيب هي ايه الفاكتورز اللي هتأثر في كمية المية اللي بتعدي من منسوب أعلى لمنسوب أقل؟ مبدئيا كده أول فاكتور وأهم فاكتور أساسا هو مين؟ الـ H. لازم يكون في عندك فرق في الهيد، لأن لو ما عندكش فرق في الهيد مش هيبقى أساسا فيه فلو. طيب ايه الفاكتور التاني؟ النفاذية بتاعت السويل اللي احنا بنعبر عنها بالـ K اللي هو معامل النفاذية، ودول اللي اتكلمنا عنهم. طيب نيجي بقى للفاكتور التالت. ايه الفاكتور التالت معانا؟ الفاكتور التالت هو العمق بتاع الشيت بايل جوه السويل، أو زي ما بنسميه كده بنتريشن ديبس. فتخيل لو كان العمق ده صغير، فبالتالي المسار اللي هتبقى محتاجه تمشي فيه الميه جوه السويل هيبقى المسار قصير قوي، فبالتالي كميه الميه اللي هتعدي هتكون كبيره. على عكس لو كان البنتريشن ديبس ده كبير، فبالتالي المسار هيبقى اطول وكميه الميه اللي هتعدي هتكون اقل. طيب ايه بقى العامل الرابع؟ العامل الرابع هو سمك طبقه السويل اللي بتعدي فيها الميه. واحد يقول لي يعني ايه؟ هي مش المفروض اساسا ان الارض تحت ممتده لتحت لما لا نهايه؟ بس انا بتكلم دلوقتي على طبقه معينه اللي بتمشي فيها الميه، يعني ممكن تكون تحت الطبقه دي في طبقه كلي، وانا عارف ان الكلي النفاذيه بتاعته قليله والميه صعب انها تمشي فيه، والميه هتمشي بس في الطبقه مين؟ اللي فوق. فلو كان السمك الطبقه ده صغير، فبالتالي الجزء اللي المفروض بتعدي منه الميه ده هيبقى صغير، فكميه الميه اللي بتعدي تكون قليله، فبالتالي الفلو بتاعك هيبقى قليل، على عكس لو كان السكنس ده كبير. تمام كده؟ يبقى عندي دلوقتي هم اربع فاكتورز اللي بيأثروا في كميه الميه اللي بتعدي، ومنها استنتجنا القانون بتاع السيبج فلو بيساوي الكي في الاتش في الان اف على الان دي. طيب الكي والاتش احنا عارفينهم، الكي معامل النفاذيه والاتش اللي هو الفرق الهيد. طيب الان اف والان دي دول بقى اللي احنا محتاجين نجيبهم بالطريقه الجرافيك اللي بنسميها لونت. وانا عارف ان هيكونوا معتمدين على مين؟ على العاملين التانيين اللي قلنا عليهم اللي هو سمك طبقه السويل والعمق بتاع البنتريشن ديبس. عشان كده لازم نرسمهم بسكيل، طالما هتستخدم طريقه جرافيكال والطول زي ما بقول لك الطول بتاع الاثنين دول مهم، فلازم ترسمهم بسكيل عشان يبقى تعبر عنهم فعلا صح. طيب عايزين نعرف دلوقتي ايه هو بقى الفلونت. فالفلونت هو عباره عن ايه؟ الفلونت بيتكون من عيلتين رئيسيتين، اول عيله فيهم بنسميها فلو لاينز. ايه المميز بقى في الخطوط دي؟ الخطوط دي بتعبر عن خطوط سريان الميه. طيب الميه بتمشي اكيد من الاب ستريم تو داون ستريم، من المنسوب الاعلى للمنسوب الاقل. طيب فين اقصر مسار؟ اقصر مسار ممكن تمشي في الميه، اقصر مسار تمشي في الميه من المنسوب الاعلى للاقل انها تمشي بمحاذاه الشيت بايل بالظبط، ده اقصر مسار لنقطه الميه عشان تتنقل من المنسوب الاعلى لمين؟ للاقل. طيب اطول مسار بقى ممكن تمشيه انها تمشي بمحاذاه نهايه طبقه مين؟ السويل. ما بين المسارين دول في عندك اكتر برضو من مسار، فمجموعه الخطوط دي هي اللي احنا بنسميها الايه؟
الفلو لاينز او خطوط السريان. طيب ايه العيله الثانيه بقى اللي بتكون فلو نت؟ العيله الثانيه بنسميها اكوي بوتنشال لاينز، ودي خطوط بتبقى مشتركه ان كل النقط عليها ليها نفس الهيد. يعني مثلا لو جيت على سطح الارض هنا وحطيت بوزيمتر، والبوزيمتر اللي الناس ما تعرفوش هو عباره عن انبوبه مجوفه، بقدر اعرف منها الهيد بتاع الميه عند النقطه دي بكام. فلو جيت هنا للنقطه اللي انا دلوقتي وصلت لها اللي هي النقطه اللي عند سطح الارض، وشفت منسوب الميه فيها كام، فطلع لي منسوب الميه في الانبوبه زي منسوب الميه بره، نفس الهيد ايه بالظبط. طب لو جبت نقطه ثانيه على نفس السطح هيوصل لنفس الارتفاع. طب نقطه ثالثه برده وصل لنفس الارتفاع. معنى كده ان النقط دي كلها على السطح ده ليها نفس الهيد، فبنسميها ده ايكو بوتنشال ايه لاين. فده اول ايكو بوتنشال لاين. طب اخر ايكو بوتنشال لاين هيبقى ايه؟ يبقى السطح الناحيه الثانيه اللي في ناحيه الداون ستريم، برده هيبقى مشتركين ان كلهم ليهم نفس الهيد. طب انت متوقع الهيد فيها هيبقى بكام؟ الهيد فيهم كلهم هيبقى بزيرو. لو حطيت اي بوزيمتر هنا المفروض كلهم هيدوا لك كام؟ هيدوا لك صفر. ما بين الخطين دول في عندي ايكو بوتنشالز ثانيه مختلفه بهيدز مختلفه. يعني لو حطيت دلوقتي بوزيمتر على الخط ده وجبت نقطه ثانيه على نفس الخط، المفروض الاثنين بيبقى ليهم نفس مين؟ نفس الهيد. لو لاحظت هتلاقي ان الميه هنا ما طلعتش نفس الارتفاع بتاع الايه الخط الاولاني، لان لهم هيد صحيح مشترك بس اقل من الايه اللي قبله. من الخط ده للخط ده حصل هنا في ايه دروب، ومن الخط ده المفروض اللي بعده بيحصل وهكذا دروب وهكذا. فعندي مجموعه خطوط المفروض من هنا لهنا لحد المفروض اوصل في الاخر ان الهيد في الاخر بتاع الاخير ده بكام؟ بصفر. يعني هنا كان الخط ده حاسس بهيد بالكامل اتش، قعد يحصل في دروب في دروب في دروب لحد ما وصل ان الخط الاخير ده الاتش الهيد عليه بكام؟ بزيرو. طيب المهم دلوقتي ان الخطوط الحمراء دي بنسميها الايكو بوتنشال لاينز. يبقى انا لو رسمت الفلو لاينز والايكو بوتنشال لاينز يبقى انا كده رسمت الفلو نت. طيب واحد هيقول لي طيب انا رسمت دلوقتي الفلو لاينز والايكو بوتنشال لاينز، ايه بقى الان اف والان دي؟ تعالى بقى كده ايه نكتب القانون هو عباره عن ايه واحده واحده. اول حاجه الكي معامل النفاذيه، الاتش اللي هو فرق الهيد، الان اف بنسميها النمبر اوف فلو شانلز. ايه بقى النمبر اوف فلو شانلز؟ المفروض ما بين كل خط فلو ده وخط الفلو ده بيبقى في ما بينهم كده زي ايه زي مجرى، المجرى ده بنسميه فلو شانل. طيب عندي بقى كام فلو شانل هنا في الرسمه بتاعتي؟ المفروض ما بين كل خطين في فلو شانل، فانا عندي كام فلو شانل؟ عندي دي اول فلو شانل، الثاني، ادي الثالث، الرابع، الخامس. يبقى عندي ما بين كل خطين المفروض عندي فيه هنا ايه فلو شانل. او ممكن احسبها بطريقه ثانيه، واحد يقول لي انا طب ممكن اقول ان النمبر اوف فلو شانلز بيساوي النمبر اوف فلو لاينز ماينس مين؟ ماينس 1. عشان عندي ما بين كل خطين المفروض فيه شانل، يبقى انا لو عندي ست خطوط زي الكيس بتاعتي كده، ادي خط 2 3 4 5 وما انساش اعد الاخير اللي تحت ده اللي هو كام؟ اللي هو 6. لو عندي ست خطوط هيبقى بينهم كام شانل؟ عندي 5 مين؟ شانل. كده انا عرفت احسب النمبر اوف فلو شانلز بمجرد ما رسمت ايه الرسمه. نيجي بقى للحاجه الاخيره اللي هو الان دي. ايه الان دي ده؟ لان دي النمبر اوف هيد دروبس اللي هو عدد الدروبس اللي بتحصل. لسه قايل لك انا من شويه من الخط ده الخط الاولاني ده بتاع الايكو بوتنشال لاينز للخط الثاني حصل هنا ايه؟ دروب. او زي ما كنت لسه بقول لك ان لو حطيت اثنين بوزيمترز على نفس الخط هيوصلوا لنفس الهيد، لكن لو عندي بوزيمتر على خط على الخط اللي فوق ده هلاقي ان اللي ليه هيد مختلف عن الثاني، ولو حطيت بوزيمتر هنا هلاقيه بيوصل لهيد مختلف عن اللي قبله. في فرق عندي هنا ايه؟ في الهيد. فكل ما بنزل من الخط للثاني بيحصل ايه؟ دروب. طيب نزلت اول خط حصل لي دروب، بعد كده ده الدروب الثاني، الثالث، رابع، خامس، سادس، سابع، ثامن، تاسع، لحد ما اوصل لسطح الارض ده مع الدروب مين؟ العاشر. يبقى النمبر اوف دروبس بالنسبه للرسمه اللي انا راسمها دي عندي كام دروب؟ عندي 10 دروبس. او واحد يقول لي هم عباره عن ايه؟ عباره عن عدد خطوط الايكو بوتنشال لاينز ماينس 1، عشان عديت كل الخطوط ما عدا ست بس اول مين؟ اول واحد، عشان لازم بعده ايه؟ كدروب، فالدروب لازم اعده من اول الايه؟ اللي بعده. طيب جميل كده. طيب في سؤال بقى مهم دلوقتي، هو الدروب اللي هنا والدروب اللي هنا مختلفين ولا بيساووا بعض؟ لو بصيت هنا الدروب ده حاليه دلتا اتش والدروب ده نفس الدلتا اتش، فالدروبس اللي بتحصل دي ايه متساويه. يبقى انا كل ما اتنقل من خط للتاني بيحصل ايه؟ دروب. طب هو اساسا المفروض الدروبس اللي بتحصل دي بتعوض الفرق بتاع مين؟ او بتحصل الدروبس دي من ايه؟ من الاتش. يعني الخط الاولاني ده كان حاسس بالهيد بالكامل اللي هو كان مين؟ اللي هو اتش. كل ما بحصل دروب بنزل دروب بنزل اتش، انا نزلت اتش، انا نزلت اتش، انا نزلت اتش، لحد ما في الاخر بيوصل لي ان الهيد عند الخط الاخير ده بكام؟ بزيرو. يبقى المفروض ان الدروبس اللي بتحصل دي يعني الدروبس اللي بتحصل دي بمجرد ما اخلص الدروبس تحت بالكامل يبقى انا كده خلصت مين؟ الاتش. يبقى المفروض الدلتا اتش بيساوي ايه؟ بتساوي الاتش
على عدد مين؟ على عدد الدروبس. طب انا عندي كام دروبس هنا؟ 10. فلو قسمت الاتش دي على 10 يبقى كل دروبس هنا بينقصك ايه؟ جزء 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 لحد توصل ايه؟ للاخر. فلو حبيت احسب قيمه الدلتا اتش هي بتساوي الاتش اللي هو التوتال هيد او الديفرنس بتاع الهيد بالكامل على مين؟ على عدد الدروبس. وانا عرفت كده في كل دروبايه بنقص ايه؟ قد ايه؟ جميل كده؟ طيب هي دي مجموعه الايكويشنز اللي انت مطالب ان انت ايه؟ تحفظها. فاضل لك بقى حاجه مهمه، تقول لي طب ما انا ممكن مجموعه الخطوط دي ارسم اكتر من خطوط من كده، يعني مثلا حاجه اقول مثلا انا برسم الخط ده واحط مثلا خط هنا واحط خط هنا، فبالتالي انا زودت خطين فزودت كده 2 فلوت شانل، عندي عدد فلوت شانلز هيختلف، او ازود عد اكتر من كده في خطوط الايكو بوتنشال لاينز فهيبقى عندي دروبس مختلفه. ايه اللي هيخلي المفروض الحل بتاعي والحل بتاع زميلي لنفس المساله نفس الناتج؟ في اكيد في قواعد او رولز لازم تتبعها في رسمه الفلونت. ايه القواعد دي؟ اول قاعده فيهم اللي احنا لسه قايلينها من شويه ان انت لازم تكون راسمها في سكيل، وده اكيد ايه شيء مفروغ منه. طيب ايه بقى القاعده الثانيه؟ ان لازم تكون التقاطع بتاع خط الايكو بوتنشال لاين مع الخط الفلونت تكون بزاويه قايمه، يعني لو اخذنا مثلا خط من الايكو بوتنشال لاينز اللي هو الخط ده لازم التقاطعات دي كلها مع الفلونت تكون بزاويه ايه؟ قايمه. خلي بالك ان في هنا ايه خط هنا عن الشيت بايل فالخط طالع هنا بزاويه قايمه، بعد كده داخل هنا بزاويه قايمه، داخل هنا بزاويه قايمه، وهكذا لازم يدخل عليها على طول بزاويه ايه؟ قايمه. والكلام ده لاي خطين، يعني كل التقاطعات ما بين الخطوط دي لازم تكون الزوايا فيها ايه؟ قايمه. فلازم تاخد بالك من الحته دي مهمه جدا، ده اللي بيفرق الرسمه انت راسمها صح ولا اي كلام. طيب نيجي بقى للشرط الثالث، وهو ده الشرط اهم شرط فيهم اللي هيخليكم انتوا الاثنين تطلعوا نفس عدد الفلوت شانلز ونفس عدد الدروبس، اللي هو الشرط ايه بقى؟ ان لازم التقاطعات تطلع لك ان ما بينهم في اشكال مربعات. بمعنى لو انا عندي خطين فلونت فلو لاينز بالمنظر ده ورسمت ايكو بوتنشال لاينز لازم تعمل تحصر لي ما بينها هنا شكل عباره عن ايه؟ عن مربع. او بمعنى تاني يقول لك ان انت لازم ما بينهم ايه؟ تقدر ترسم ايه؟ دايره بالمنظر ده. فانت المفروض لو رجعت على الرسمه دي بالكامل لازم يطلع لك تقريبا مربعه. انا عارف ان بتبقى الخطوط واخده شكل الكيرف فطبيعي مش تطلع مربعه قوي، بس بقدر الامكان تحاول تخليها ايه؟ مربعه. يعني لو شيكت عدت لي مربع مثلا مربع مربع وهكذا، لازم تتاكد ان كل الخطوط دي مربعه. طب لو مش مربعه تبدا بقى ايه؟ تصغر الخطوط دي تبعدها تظبطها لحد ما يطلع لك الاشكال كلها ايه؟ مربعه. فهي دي الشروط اللي لازم تتبعها في رسمه الايه؟ الفلونت. لو اتبعت الشروط دي المفروض هتطلع نفس عدد الفلوت شانلز ونفس عدد مين؟ نفس عدد الدروبس. تمام كده؟ طيب ان شاء الله كده احنا المفروض شرحنا الموضوع بالكامل، فاضل اللي احنا عايزين نعوض عليه ايه؟ بمثال من اوله لاخره، وده ان شاء الله بقى هنعمله في الفيديو اللي جاي. فلو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتعمل سبسكرايب للقناه لو ما كنتش عامل سبسكرايب عشان تتابع بيت الايه؟ الفيديوهات. فشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.